تيك توك والتشويش. أعيد وأكرر، أنا لا أقوم بالحجب إلا بموجب قرار محكمي أو جهة مسؤولة عن التطبيق أو ما إلى ذلك. ما يتعلق في عملية حجب تطبيق من جهة معنية هي التي تأمر وهي التي تعطي فك الحجب بعد ما تتفق مع صاحب التطبيق. الآن أنا اللي ما أرى أن هناك كان تواصل مع أصحاب التطبيق للوصول إلى اتفاق. لا أعلم إلى أي مدى تجاوبت هذه الشركة في المتطلبات، لكن ما يتعلق في السؤال أنه حجبها من خلال الفي بي ان، شوف أي شيء فني قادر أنك تسويه. إحنا بنقدر نعمل مع التعاون مع الشركات والجهات المعنية بلوك على الفي بي انز، لكن بتعطل اقتصاد البلد. أنت في عندك بنوك تستخدم، في عندك شركات عالمية ودولية، فاليوم تيجي تعمل أنت حجب على كل الوسيلة هذه، بجوز تعالج شغلة لكن تخلق مشكلة أكثر كبير بكثير منها، وتكون لها تأثير اقتصادي أكثر. فإن شاء الله تيك توك للعلم عنده داخل الصين يعني ضوابط للمجتمع، لو طبقها في أي بلد ثاني ما بصير يعني هذه الزوبعة اللي صارت في ما يتعلق فيه. لكن إحنا بننظر إلى المجتمع الأردني حمايته اجتماعيا وأمنيا أهم من أنك تترك تطبيق مفتوح للجميع.